بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. نتناول في هذا المقطع سنن الصوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات. سنن الصوم كثيرة، ولكن أهمها ما يبدأ به المسلم بعد انعقاد نيته على الصيام من أكلة السحر، الأكلة المباركة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب للمسلم أن يؤخرها إلى ما قبيل أذان الفجر الصادق، يعني أذان الفجر الثاني، لأن ذلك يضمن له إن شاء الله صلاة الفجر حاضرا وحيث ينادى بها في بيوت الله سبحانه وتعالى. ثم في نهار رمضان يستغل الإنسان وقته بأعمال الخير الكثيرة، ومن أهمها الاجتهاد بالدعاء. شوفوا هذه اللفتة المباركة التي أشار إليها بعض العلماء، آية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، جاءت بين آيات الصيام في سورة البقرة. وهذا إن شاء الله في دلالة ومؤشر خير على أن الصيام يعني هو مظنة الإجابة بوقته وبحال الصائم المحتسب الصابر لله سبحانه وتعالى. وقد ورد بذلك الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة إن شاء الله لا ترد. ثم الإنسان يجتهد بمدارسة القرآن الكريم، وأقول مدارسة اقتداء بجبريل عليه السلام وحاله مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يأتيه في كل رمضان في كل ليلة يدارسه القرآن. ومدارسة القرآن أن أقرأ أنا وتسمع أنت، ثم تقرأ أنت وأسمع أنا، حتى نكتشف الخطأ أو الخلل أو اللحن الخفي أو الجلي في قراءتنا، فتكون إن شاء الله قراءتنا على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وعلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذي يؤكد أهمية مدارسة القرآن أن شهر رمضان هو شهر القرآن، والعلاقة بينهما علاقة وطيدة، ففيه أنزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون المسلم في شهر رمضان أكثر همة لعمل الخير ومساعدة الفقراء وتلمس حاجاتهم، ولا يكتفي بالحدود الدنيا بإخراج صدقة الفطر كطعمة للفقراء، ولكنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان جوادا ولكنه كان أجود ما يكون في شهر رمضان المبارك. نوسع عليهم، نتفقد حالهم، نتلمس حاجاتهم، والله سبحانه وتعالى قطعا لا يضيع أجر المحسنين. ثم أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم استحباب أو الدعوة إلى تعجيل الفطر بمجرد تحقق غروب الشمس ودخول يعني وقت صلاة المغرب، يبادر المسلم إلى الإفطار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إفطاره على حبات من الرطب، فإن لم يجد فمن التمر، فإن لم يجد يحتسي حسوات من الماء أو اللبن، ثم يخرج إلى يعني المسجد يؤدي صلاة المغرب مع جماعة المسلمين. هذه السنة الغائبة من حياة المسلمين مع كل أسف في رمضان، إذ تجدهم أكثر حرصا على أداء صلاة التراويح على فضلها وأهميتها في المساجد، ثم هم يتركون صلاة المغرب ولا يؤمون بيوت الله سبحانه وتعالى فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أداء الصلوات حيث ينادى بها، امتثالا لأمر الله، إذ يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إلى آخر الآيات. يستحب أيضا أن يدعو المسلم عند فطره يعني شاكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، سائلا إياه أن يعني يعطيه ويمنحه النعمة الكبرى بدخول الجنة إن شاء الله من باب الريان، باب خصصه الله وأكرم به الصائمين، فإذا دخلوا لم يدخل أحد منه بعدهم، ويقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. من الأشياء التي أيضا يا إخوة يا فضلاء يستحب للمسلم أن يفعلها وأن يبادر إليها صلاة التراويح، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ودعا الناس إليها، غير أنه ما اجتمع معهم عليها يعني بصلاة الإمام والمأمومين خشية أن توجب أو يلزم بها.
ثم رأى من المناسب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجمع المسلمين عليها، فأصبحت منذ عهده الميمون سنة حميدة مأثورة عنه، وهو الخليفة الراشدي المهدي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر، ويعني مظهر جميل وحشود مباركة تؤم بيوت الله سبحانه وتعالى في ليالي شهر رمضان المبارك. ثم فضلا عن التراويح يتحرى المسلم ليلة القدر وأجرها، ويتحرى أو ويحرص على أن يعتكف في العشر الأواخر في المساجد حتى يضمن تحصيل وقت ليلة القدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وانظروا إذا إلى هذا الكرم العظيم العميم الكثير الكبير، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول ما سمعتم، والسلام عليكم ورحمة الله.